أحبتي طلبة الصف الثالث الثانوي إلى درس جديد، درس فيه هو نص أدبي، درس في القراءة الرافدة، ونصنا هو الموت المتربص على الطرقات. هناك الكثير من البشر تتربص بهم المخاطر وهم في الطرقات يسعون في حياتهم وأرزاقهم. هذا الخطر هو خطر الحوادث المرورية. أحبتي نقرأ نصنا ونشرحه. دأب الإنسان عبر مسيرة تطوره الحضاري على السعي لتوفير سبل الراحة والأمان في وسائل النقل والمواصلات، فأعمل عقله وأسهب في بحثه ليوفر الوقت والمال والجهد، ونافس بعض الدول والشركات بعضها الآخر في سبيل تحديثها، فانفتحت أمامها آفاق جديدة من الإبداعات تتجدد يوما بعد يوم، وارتاح الإنسان أكثر في وسيلة النقل التي يستقلها، خاصة بعد تزويدها بمبتكرات التكنولوجيا. نلاحظ أن الإنسان اهتم بتطوير وسائل النقل من تأمين الراحة والأمان في هذه الوسائل، ووظف عقله في ذلك وانفتحت آفاق كثيرة. أحبتي تتجدد يوما بعد يوم هذه الابتكارات في وسائل النقل والتحديثات. ارتاح النقل في هذه الوسيلة التي يستقلها، خاصة بعد تزويدها بمبتكرات التكنولوجيا. إذن التكنولوجيا كانت عاملا مهما في هذه الوسائل، ومظاهر الرفاهية التي جعلت من المركبة واحة استجمام متنقلة. إذن هذه المركبة التي نستقلها كل يوم يتوفر فيها الكثير من المزايا المريحة، ورغم هذه الإنجازات العظيمة إلا أن الإنسان لم يتمكن بعد من الحد من دور هذا الأسطول البري في إزهاق الأرواح. إزهاق الأرواح أي إماتة الأرواح. إذن هذه الوسائل المتطورة التي تنفعنا وتقلنا حيث نشاء هي وسائل تسبب الحوادث المرورية وتزهق أرواح البشر وتلحق بهم الإصابات الجسدية وأيضا الأضرار المادية بسبب حوادث السير اليومية التي تسلب البسمة عن شفاه آلاف البشر وتحرم آلاف آخرين الحياة لتشكل سيفا آخر متسلطا على الرقاب، دون أن ندري متى تكون المركبة موئل راحة للإنسان ومتى تكون معول قتل له أو تقويض لحياته. إذن هذه الوسائل هي أداة لقتل الإنسان وإزهاق كثير من الأرواح، ولها هذه السلبية التي هي عنوان درسنا، الموت المتربص على الطرقات. إذن هناك آثار سلبية لهذه الوسائل. ندون الفكرة. أحبتي قلنا أنها لهذه الوسائل النقل آثار سلبية على حياة الإنسان. لوسائل النقل آثار سلبية على حياة الإنسان. أحبتي نكمل القراءة ونغوص في نصنا، وبالنظر إلى الظروف الموضوعية التي يعيشها وطننا، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل لمكافحة هذه الآفة وتقليل خسائرها، إلا أن الزيادة المضطردة في عدد المركبات وتنوعها وازدياد أعداد المركبات الفردية كالدراجات النارية. إذن هناك أسباب لهذه الحوادث المرورية هي كثرة المركبات، كثرة وسائل هذه النقل، وأيضا وسائل النقل الفردية، الدراجات النارية والهوائية. أيضا هناك الكثير من وسائل النقل تعج بالطرقات، لم يواكبه تطور كاف في البنى التحتية التي تستقبل هذا الأسطول البري المتعاظم. إذن
هناك أسطول بري متعاظم يمشي في شوارعنا. إذن حقاً هذه الوسائل هي كثيرة جداً لدرجة أننا نخرج كل يوم من بيوتنا فنراها تعج بها طرقاتنا. أحبتي نكمل هذا الأسطول البري المتعاظم، سواء بالنسبة للشوارع أو الأرصفة الجانبية، ولم يواكبه التزام بالثقافة والوعي المروريين. إذن هناك عدم تجانس، فهناك فشوارعنا غير مؤهلة وأرصفتنا الجانبية. إذن وهناك أيضا بعض السلبيات أو بعض الأسباب الأخرى التي تسبب الحوادث، أنه عدم التزام بثقافة الوعي المروري، وأصبح الإنسان هو الجاني والضحية في آن واحد، وأصبحت وسيلة راحته أداة لقتله أو تشويهه أو إعاقته. إذن إما نتيجة لفقدانه الأهلية القانونية للقيادة، أو بسبب سوء استخدامه للمركبة أو عدم صلاحيتها للسير، أو بسبب السرعة الزائدة وطيش بعض السائقين. نلاحظ أن للحوادث المرورية أسباب كثيرة، منها عدم الأهلية والطيش، واستخدامهم للهواتف النقالة أيضا فهو من أهم الأسباب خلال القيادة، وتجاهلهم لقوانين السير وإشارات المرور التي تضمن انسيابية سلسة آمنة للمركبات على الشوارع الخارجية والداخلية. أحبتي، مر بنا هنا أسباب الحوادث المرورية كما تناولناها. فكرة أخرى، أسباب الحوادث المرورية. ومنها الهاتف النقال والطيش وعدم أهلية الطرقات. أحبتي، نكمل أيضا ما تبقى. ولما كانت فئة الشباب هي الشريحة الكبرى التي تجلس خلف المقود، وهي بالتالي المتسبب الأكبر بهذه الحوادث المرورية. مع الأسف أغلب السائقين هم من فئة الشباب، فماذا يترتب عليهم؟ تترتب عليهم المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، والمتضرر الأكبر منها، فإن مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الشباب في الحد من هذه الحوادث وتقليل الأضرار الناتجة عنها، إذ يجب التزام سبل الوقاية من الحوادث قبل وقوعها، عملا بالحكمة القائلة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. أحبتي، أيضا مسؤولية الشباب تتطلب منهم اتخاذ أسباب الوقاية من هذه الحوادث، ولا بد في سبيل ذلك التأكد من صلاحية المركبة. إذن كيف يتم الحد من هذه الآفة؟ هو التأكد من صلاحية المركبة، لأنها هي السبب الأول، وقائدها أيضا وحيازة السائق لرخصة تؤهله لقيادة المركبة. إذن أهلية المركبة وأهلية الشوارع وحيازتها للأوراق وأهلية السائق وحيازته على الرخصة بعد خضوعه للتدريب المناسب، ويبقى على السائق التأكد من وضع حزام الأماني له. إذن هناك مسؤولية تقع على عاتق الشباب للحد من الحوادث، مسؤولية الشباب للحد من الحوادث المرورية، واتخاذ الأسباب اللازمة لذلك. أحبتي، نكمل
وللركاب معه مراعاة ظروف الطريق والتزام الشاخصات الإرشادية. إذن يجب الالتزام بالإشارات المرورية وقوانين المرور واللوحات المرورية والحفاظ على القوانين والأنظمة المرورية التي تحفظ له ولغيره السلامة والأمان. إذن هي مسؤولية كبيرة تقع على كل شخص وخاصة فئة الشباب، إذن وتضمن له العودة السالمة لأسرته ولو متأخرا دقيقة أو دقيقتين. فقد قيل لأن تخسر دقيقة من حياتك خير لك من أن تخسر حياتك في دقيقة. إذن علينا الحذر كي لا نخسر حياتنا، وعليكم أنتم الحذر كي لا تخسروها في دقيقة أو تسببوا الضرر الدائم لأنفسكم، كما أن على السائقين تمثل أخلاقيات القيادة، فهي فن وذوق وأخلاق، وحق الأولوية على الشارع يعطى ولا يؤخذ غصبا. إذن علينا الالتزام بالقوانين، فالحقوق التي لك في هذا الشارع تأخذها بحسب القوانين الضابطة لهذا السير، وتتحمل الأسرة أيضا. إذن هنا مسؤولية الأسرة، تتحمل الأسرة كذلك قسطا كبيرا من المسؤولية من خلال عدم السماح للأبناء باقتناء المركبات غير القانونية أو قيادتها، وعدم السماح لهم بتجاوز السرعة المسموح بها حتى لو كانوا حاصلين على التراخيص اللازمة للقيادة. كما تتحمل المؤسسات التربوية والجهات الشرطية مسؤولية رفع الوعي المروري لدى المارين والسائقين. إذن هناك دور تتحمله الأسرة ودور تتحمله المؤسسات التربوية والشرطة. إذن وتبقى الإشارة إلى ضرورة تطبيق القوانين والعقوبات الرادعة بحق المخالفين والمتسببين بهذه الحوادث، الأليمة التي يرقى كثير منها إلى مستوى الجرائم المتعمدة، ذلك أن من أمن العقاب أساء الأدب وحمله طيشه على الاستخفاف بكل القواعد والضوابط الأخلاقية والاجتماعية والقانونية. إن الحياة أغلى من أن تهدر في لحظة تهور، وأقدس من أن يستهان بها. إذن حياتنا وحياة الآخرين مسؤولية كبيرة، يجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه أرواح الناس وأرواحنا. أحبتي، هنا قلنا الفكرة الأخرى هي دور الأسرة والمؤسسات التربوية والشريطة في التوعية لتجنب الحوادث المرورية. دور الأسرة والمؤسسات التربوية والشريطة في التوعية لتجنب الحوادث المرورية. أحبتي، الفكرة العامة لهذا النص كانت تتناول تطور وسائل النقل والوعي الذي يجب أن نلتزم به لتجنب الحوادث. إذن هو الفكرة العامة تطور وسائل النقل والوعي لتجنب الحوادث. الفكرة العامة هي تطور وسائل النقل والوعي لتجنب الحوادث. أحبتي، علامة ركز الإنسان في سعيه المستمر لتطوير وسائل النقل
قلنا أنه ركز على وسائل الراحة والأمان. إذن ركز على سبل الراحة والأمان. ما الذي يقض مضجع ملايين الناس ويسلبهم البسمة؟ كما قلنا هي حوادث السير التي تحصل بشكل يومي. وكيف جعل الإنسان من مركبته واحة استجمام متنقلة؟ إذن جعلها كذلك بعد تزويدها بمبتكرات التكنولوجيا ومظاهر الرفاهية. أحبتي، لدينا تدريبات لغوية مرت بنا طلبة الصف الثالث الثانوي، مر بنا اسم فاعل هو الجاني. ما هو فعله؟ اسم فاعل هو الجاني وزنه الفاعل. ما هو فعله؟ فعله جاني. ومر بنا أيضا اسم مفعول وهو المبتكرات، وفعله اسم مفعول هو المبتكرات، وفعله ابتكر إذن هو فعل مبني للمجهول، لأن هذا هو اسم مفعول. أحبتي، في السؤال الثاني، ما هو سبب كتابة همزة الدأبة على الألف؟ دأبة همزة متوسطة كتبت على الألف لأن حركتها الفتح وما قبلها مفتوح. همزة متوسطة كتبت على الألف لأن حركتها الفتح وما قبلها مفتوح. وأيضا كلمة سواء هي همزة متطرفة. كلمة سواء، لماذا هي همزة متطرفة كتبت على السطر؟ لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف ساكن. همزة متطرفة كتبت على السطر لأنها سبقت بحرف ساكن. ولدينا كلمة المسؤولية. المسؤولية، همزة متوسطة حركتها الضمة، إذن كتبت على الواو. لماذا؟ لأنها جاءت مضمومة بعد حرف ساكن. همزة متوسطة كتبت على واو لأنها جاءت مضمومة بعد حرف ساكن. أحبتي، أيضا نكمل تعليل كتابة التاء في الكلمات الآتية. إشارات،
إشارات. ما هو سبب كتابة التاء مبسوطة هنا؟ لأنها جمع مؤنث سالم، تاء مبسوطة، والسبب لأنها جمع مؤنث سالم. أيضا المركبة تاء مربوطة، أيضا هنا كلمة أخرى، المركبة هي تاء مربوطة، والسبب أنها لفظة مؤنثة، تاء مربوطة لأنها لفظة مؤنثة. أحبتي، كلمة الوقت، لماذا كتبت التاء مبسوطة؟ لأنها كلمة الوقت، التاء هنا هي من أصل الكلمة، إذن تاء مبسوطة لأنها من أصل الكلمة، أو أيضا نقول لأنها اسم ثلاثي ساكن الوسط، لأنها اسم ثلاثي ساكن الوسط، أو أي يجوز التعليلان، لأنها اسم ثلاثي ساكن الوسط. إلى هنا أحبتي نكون أنهينا التطبيقات على درسنا، درس الموت المتربص على الطرقات. نتمنى لكم السلامة والعافية أحبتي، وإلى اللقاء.